السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. دايما معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون شرح الترند اللي انت شفته في اول فيديو ده. الترند ده طلب مني اكتر ما حد بيقول لي صباح الخير. لو عايز تعرف تعمله ازاي بطريقه سهله بسيطه تابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا اي حاجه طبعا اذكروا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نخش في الشرح على طول. اول حاجه ندخل على الانستجرام زي كده، وبعد كده ندخل على الستوري ونضيف الصوره اللي احنا عايزين نكتب عليها كلمه ترند، ونبدا ان احنا نكتب مع بعض كلمه ترند واحده واحده مع بعض. كل كلمه نكتبها اهم حاجه ان احنا نعمل سيف للصوره، وهنخلص مع بعد الكتابة على الصور بتاعتنا وارجع لكم تاني على طول. ما تنساش تصلي على النبي، ويلا بينا. بس كده بطول. بعد ما خلصنا كتابة على الصور بتاعتنا نفتح برنامج كاب كات ونضيف الصور بتاعتنا، اهم حاجه ان احنا نضيفها بالترتيب. وبس كده اضيف الصور وارجع لكم تاني على طول. وزي ما انتم شايفين كده شباب، بعد ما ضفنا الصور بتاعتنا بالترتيب زي ما انتم شايفين واحده واحده مع بعض، بنروح في اخر الصور ونشيل اللوجو بتاع كاب كات ده، نعمله ديليت على طول. بعد كده نرجع خالص وندوس على كلمه اد اوديو ونضيف الصوت اللي هتلاقوه في جروب التليجرام، اللينك في الوصف. وقبل ما ضفنا الصوت زي كده بنلاقي ان في موسيقى في اول الفيديو طبعا. بنبدا ان احنا ندوس على علامه الزائد ونضيف اول صوره ان احنا كاتبين عليها بس من غير كتابه، نضيف الصوره من غير اي كتابه خالص، هضيفها وارجع لكم تاني على طول. بعد ما ضفنا الصوره زي كده نبدا ان احنا نعمل لها زوم، نخليها زي الصوره اللي جنبها على طول زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ونبدا ان احنا نسمع كلمه كلمه ونظبط مع بعض الثواني بتاعت الصور. عشان تعرف تظبط ثواني بتاعت الصور دي بتشوف مثلا ايه الموسيقى في الاول مع الصوره اللي من غير كتابه دي، بتبدا ان انت تكبر الصوره لغايه ايه الموسيقى زي ما انتم شايفين كده، وبتبدا مثلا ايه بيقول لك حمراء مثلا، بتقوم ايه قصص الصوره، تقص الصوره اللي مكتوب عليها الكلمه بتاعه الاغنيه وتقصها لغايه ما تخلص الكلمه بتاعه الاغنيه، وتبدا ايه الكلمه اللي بعدها تقصها وهكذا. تابعوا معايا بقى الفيديو، خلص الثواني وارجع لكم تاني على طول. وهحاول ان انا ما اسرعش الفيديو عشان تعرف تظبط معايا الثواني بتاعه الصور، ويلا بينا.
خلصنا الثواني بتاعة الصور هنبدأ ان احنا نعمل زوم للصور بتاعتنا. هنروح عند كلمة نمرة اللي هي الاستيكر اللي احنا عملناه، وندوس على الصورة زي كده، ونحط علامة كي فريم في اول الصورة. في اخر الصورة هنعمل زوم عند الحاجة اللي احنا عايزينها. تمام، دي طريقة الزوم يا شباب. بعد ما خلصنا مثلا الصورة دي زي كده، بنروح عند الكلمة التانية اللي هي الايموشن اللي احنا حطيناه بتاع اي سعر ده. بعد كده نحط علامة كي فريم في الأول، وبرضه في آخر الصورة هنعمل الزوم بتاعنا عند الإيه، العلامة اللي احنا عملناها الإيموشن. الكلام تقدر إن أنت تحط إيموشنات في الكلام بتاعك كله، بتاع الصور بتاعتك يعني، بس أنا إيه عشان الشرح فبعمله إيه عشان تفهم بس الشرح. وبعد كده نروح عند الفلاش اللي احنا عملناه اللي هو الكشاف ده، نحط علامة كي فريم في الأول، وفي آخر الصورة هنعمل زوم زي ما انتم شايفين كده. وأول ما خلصنا زي كده هنروح عند آخر صورة بقى خالص اللي احنا حطينا العلامة بتاعة العربية دي، وهنحط علامة كي فريم، وفي آخر الصورة برضه هنعمل الزوم بتاعنا الجميل. وأول ما نخلص الزوم زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ إن احنا بقى إيه نشوف الصور بتاعتنا كلها، وندوس على الفاصل اللي بيبقى بين كل صورة وصورة زي ما انتم شايفين كده، اللي هو النقطة البيضة ده، يفتح معانا الإفكتات دي كلها. نمشي كده على اليمين ونختار إفكت اسمه بلاك فيد، هتلاقيه جنب إيه وايت فلاش، عدد الصور كلها وندوس على علامة الصح. تمام، بعد كده يا شباب هنبدأ ايه ندوس على افكت، بعدين فيديو افكت، ونخش على بارتي وندوس على بلاك فلاش، اول واحدة في الصف التاني على الشمال، وندوس على علامة الصح ونحددها في اول صورة. وبعد كده ناخدها كوبي زي ما انتم شايفين كده. تابعوا معايا واحدة واحدة عشان يطلع معاك الفيديو مظبوط، ونحطها عند النمرة اللي احنا عملناه اللي هو الاستيكر ده، ونظبطها بالشكل ده. وهناخدها كوبي تاني برضو، لحظة واحدة معايا كده، ونروح عند الايموشن اللي احنا عملناه بتاع الاي تي ام ده، ونظبطها برضو في الصورة زي كده، وناخدها كوبي تاني برضو. أهم حاجة تمشي معايا خطوة بخطوة وتركزوا معايا. وهناخدها برضو كوبي عند الفلاش اللي هو الكشاف بتاعنا ده، وبعد كده ناخدها كوبي تاني برضو عند آخر صورة. يعني هنحط الفلاش كذا مرة ايه في الصور بتاعتنا. وبعد كده يا شباب هنرجع خالص عند اول صورة بقى، وندوس على فيديو افكت تاني. اهم حاجة تمشي مع خطوة بخطوة وتركز معايا في الخطوات اللي جاية دي. ونخش على بيزك، هنرجع كده بالشريط اللي فوق ده، ونخش على بيزك بالشكل ده، ونختار منها شيك اللي هي تاني واحدة جنب البلور دي، وندوس على علامة الصح ونحددها في اول صورة. بس اهم حاجة واحدة واحدة معايا، اول صورة تبقى فيها فلاش وتبقى فيها ايه الشيك اللي هو الاهتزاز ده وبس كده. ونبدأ ان احنا نضيف الانيميشن بتاع الصور، هندوس على اول صورة بعدين انيميشن بعدين كومبو، ونبدأ ان احنا نختار الفلاتر او الافكتات اللي هتلاقيها على الصور بتاعتنا. شوف المناسب يعني واستخدمه، انا بستخدم دول. شوف برضه انا مش هسرع لك الفيديو عشان لو عايز تستخدم زي ما انا مستخدم كده، وشوف المناسب معاك يعني مش هتفرق كتير، واخلصهم وارجع لكم تاني على طول. خلصنا الانيميشن زي كده يا ابطال، هنبدا ان احنا نشوف الفيديو مع بعض سريعا كده. لو في اي حاجه عايزين نعدلها هنعدلها، مفيش اي حاجه هنسيب الفيديو على طول. بس كده يا ابطال بقى شفنا الفيديو تمام على الظبط وظبطيته. بس كده يكون وصلنا لشرح فيديو النهارده. لو وصلت لحد هنا تبقى انت صديقي الصدوق، واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عايزين اي شروحات من دي تاني يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. والصوت بتاع الفيديو ده هتلاقوه تحت في جروب التليجرام، اللينك هتلاقيه في الوصف على طول. خش هتلاقي الصوت على طول في وشك، حمله وظبط معايا الفيديو زي ما انت شفته كده. ولو في اي حاجه وقفت معاك اكتب لي تحت في الكومنتات. متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس على كل اهم حاجة عشان يوصلك كل الشروحات الجديدة اول باول. وبس كده، ده هتكون نتيجة شرح فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.